حلم كما قال الرئيس كاتون بشابوي مويس. درجة كرة مازيمبي عنده كرة عنده فرصة إمكانية كابونغو جول كابونغو جول يبدأ الحلم لتبدأ واحد ما يبيع جلد الذب قبل ما يسلخ قبل سلخه هو مازيمبي يسلخ الراسنالي شوف الكنترول والمهارة والفنيات برازيلي يا ولد برازيليا كابونغو شوف الكرة اللي تلعبت شوف الباس اللي وصلت وشوف باقي الحكاية شوف تفاصيل الرواية شوف المهارة والفنيات برازيلي من أرض برازيل لاعب من ولد Maybe just there, but not enough to give a free kick. Back live though, great chance here. Porto's just broken into the area. A lovely chance to equalise. Surely it will be and is. Eventually it has come and deal it. Non credo che Boacchi avrebbe fatto peggio di così, per usare un eufemismo. Attenzione, Boccanini numero. Poi la trattenuta e calcio di rigore. Calcio di Duel. Smolders, maar Kanu. Liga, van Boccani. Arzo gaat wijken. Daar gaat Patu. Daar gaat Patu Kabangu met de kans. Patu met de kans en met de 0-1 voor onderlicht. Assist van Diemersi en Boccani. En Patu Kabangu zet al. Technisch op kunstgras, ja, helemaal zinloos. Helemaal, ja, dat zei je ook al voor de wedstrijd. Ja, het is de instelling die gaat bepalen of ze hier gaat winnen. Ja. Boccani. Gaat hij het zelf doen dan? Dazeleren, wat doet die? Nou, Patu, een weggever van Dazeleren. Het is onvoorstelbaar wat Dazeleren daar doet. Kabangu. Nešto jače lopta, ali Kabangu stiže. Novi centar šuta, intervenisao je, čini mi se, Evans. Novi centar šut, Jovanović šutira, Kabangu! Lamit! Ja selam! على تمريرة واصلة من علي قادري صغير في سنك كبير في عطاك يا قادري الله صعبة يا برهان صعبة يا قاسم هدف تعادل للعميد مع الأسماء اللي نتحدث عنها الأهلي في هجوم مبكر في الطرف الأيسر هنا كابانغو يحاول أن يمر يعدي ولكن في ضغط عليه موجود عاد مرة أخرى لعب العرض أهداف يحسي سمو الأمير هنا كرة أمامية كابانغو يعدي مارك كابانغو بالطرف الأيمن يحاول أمام لاعبين لكن لا يزال يحاول هنا كرة تتخلص من أمام السمو وتعود هنا كرة أمامية كابانغو يعدي مارك كابانغو بالطرف الأيمن يحاول أمام لاعبين لكن لا يزال يحاول هنا كرة تتخلص من أمام طويلة عادة لكابانغو أمامية طويلة لمشعل خطيرة مشعل يمر شوف الراسية شوف كابانغو صنعها وشوف مشعل اخذ العريني على اليمين شوف كابانغو صنعها وشوف مشعل اخذ العريني على اليمين يمشي كرة كابانغو جول لا كرة برت إلى خارج أرض الملعب خطير يا الأهلي والله خطير يا الأهلي هنا كابانغو من كرة ديوكو ولكن الكرة الأخيرة مرت إلى خارج أرض الملعب شوف المرور وشوف اللقطة الماضية وشوف كابانغو والكرة إلى خارج أرض الملعب مرت سليمة عند كابانغو يستلم ولكن ضغط عليه موجود من نايف البريكي عدها لأقصى اليسار عند كابانغو يستلم ولكن ضغط عليه موجود من نايف البريكي عدها مر الماكر ثلاثي من خلف مشعل ثلاثي خلف مشعل ديوكو يستلم لكابانغو كابانغو يعدي يمر كابانغو لمجتبى كابانغو ينفك خطيرة ممكن جول كابانغو مع الكرة الماضية شوف كابانغو لو ما كان متسلل هنا الكرة الخطيرة تفاريس من سجل هدف السرية وأيضا تفاريس هو من يأتي أو القائم من يأتي لإبعاد الكرة الماضية شوف اللقطة الماضية شوف المحاولة الماضية فرصة هدف كانت لكنها مرت سليمة عدت القائم كابانغو يعدي يمر يسدد ولكن الى ركله مرمى عدى في اللقطه الماضيه كابانغو وصل 200
التمريرات هنا نشوف أمامنا من مجتبى جبراري، ولكن اللمسة الأخيرة مرت إلى خارج أرض الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. طيب ريكي وتسديدته مرت بهذا الشكل إلى ركلة مرمى لمصلحة السيلية. اللحظة الأخيرة يبعدها بينما كابانجو يعدي، كابانجو من البريكي، يمر كابانجو في الطرف الأيسر يحاول يمر يتوغل. اللحظة الأخيرة يبعدها بينما كابانجو يعدي، كابانجو من البريكي، يمر كابانجو في الطرف الأيسر يحاول يمر يتوغل. هجوم حاول من مشعل لتركها لديوكو، لكن تغطية وصلت إلى الإيراني الرائع الدولي المميز، دائما ما يعطي صفة المتابعة الآن، وهو يتابع كرة من مين؟ من المهاجم الأخطر الذكي القوي، يسدد كرة قوية تصطد بكلود أمين وتتنان، والقائد والمخضرم والكبير جدا مشعل عبد الله ينتظر كرة عرضية جميلة إلى كابونغو، يحاول الآن ربما ينتظر ويسدد. الله جميلة جدا، شوف كيف خطف الكرة مشعل عبد الله، وأمام مين؟ أمام اللاعب الأيسر مجتبى جباري، والركلة الزاوية الثالثة للأهلي، البحث عن الثالث، الثالث يضيع في اللقطة الماضية، عادة أهلاوية عند علي قادري، وقادري يتوغل ويمرر كرة جميلة وما في أوفسايد. كومونغو هو الآن بيسدد وضعه، والآن بيسدد وضعه، عليه الضغط وعدم إعطاء الفرصة للاعبو النادي الأهلي من أجل إخراج الكرة للأمام، لكن وصلت إلى ديوكو وبعد ذلك إلى مواطنة كابونغو. وقوع حاضر صافرة على مين؟ على كابونغو. يرغبوا في الخروج، شوف هؤلاء يعني يمكن يتذكرون 76 لما الملك كان بطلا لكأس سيدي سمو أمير البلاد المفدى بتلك السنوات. كابونغو الكنغولي يبحث عن المرور في إبعاد الكرة، لكن هنا المرور الرائع من الكنغولي، تصل إلى كابونغو على أرضية للأهلي، وكاد الغزال الأسمر أن يغازي المرمى. محمد مبارك، لكن كرة مشعل عبد الله تمر بجوار المرمى، واحد من الجانبين يبحث عن الوصول، عن مواصلة الطريق، وعن أحد من الجانبين يبحث عن الوصول، عن مواصلة الطريق، وعن ديوكو. ديوكو بالاستلام داخل منطقة الجزاء، تمريرة إلى كابونغو، ديوكو بالاستلام داخل منطقة الجزاء، تمريرة إلى كابونغو، مجتبى جباري، خروج بقبضة اليد وإبعاد لم يكن بصورة جيدة من محمد مبارك. ديوكو مجتبى جباري، خروج بقبضة اليد وإبعاد لم يكن بصورة جيدة من محمد مبارك. لمصلحة السينية، وليد حمزة يستلم كرة بالجهة اليمنى ينقلها إلى كابونغو، بداية لعبتها صح وليد حمزة إلى كابونغو إلى مشعل عبد الله، الرجل الذي يسجل الهدف الثاني لمصلحة الأهلي، والرقصة الجميلة الأهلاوية بالطعم وبطريقة الأفريقية، لعبوها وسجلوا الهدف. كابونغو عرضية فيسجل من الكونغولي للكونغولي، والأهلي يتقدم. صعبة يا بابا جبريل، آلين ديوكو ويعلن عن هدف الآن يأتي لمصلحة الأهلي. هدف كابونغو يمر خطير الأهلي عن طريق مشعل، شوف كابونغو هذه ما فيها أنانية ولا فيها اعتماد على المجهود الفردي، على طول قال روح هذه الكرة، ولا تلاقي الآن تأتي من الجهة اليمنى، كابونغو يلعب له كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. ديوكو يا ديوكو، الله الله كابونغو عرضية الدفاعي، مباراة الآن فيها هجوم للأهلي.
وكافونجو وبيحاول الكرة وعلى طول محمد مبارك ينقذ الكرة وفي الوقت المناسب شوف الكرة من كافونجو راحت بعيد راحت 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 في الزاوية الصعبة ولولا القفاز الأيمن لمحمد مبارك لكان فيها كلام أحلى كلام من حارس المرمى محمد مبارك أبعد الكرة لكن الآن عند مين؟ عند اللاعب المتألق عبد الرحمن محمد وتسديدة يا الله كابونجو سدد كرة قوية لا تصد ولا ترد إلا من حارس يدعى محمد وأنقذ كرة صعبة وهو غير راضي عن الأداء الدفاعي الآن كرة تلعب على طول من بلال عبد الرحمن تقدم الآن عن طريق كابونجو يمرر مرة خطيرة خطيرة الأهلي خطيرة أن توصل الكرة بتوصل مقطوعة فيها انطلاقة لكابونجو الأهلي يحاول الآن تغيير لعب مجتبى جباري خطير خطير لو وجد التسديد وحيسدد يمرر الآن يمرر الآن كابانجو من الجهة البعيدة كابانجو وهناك خطأ ركلة حرة عبد الله عمر كابانجو و علي أحمد قادري كابانجو من الجهة البعيدة ضاغط عليه اللاعب وليد محي الدين كابانجو بمهارة فردية متقنة هي كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء ديوكو يحاول والكرة يخلصها باب الأهلي سيطر على أجواء المباراة بدأ التراجع واضح بأداء لاعبين أم صلال وعلى العربي بهدف في آخر مباراة من المرحلة الأولى كابانجو ورأسية برا الملعب مع عامر الدوسري إذن الهدف رقم 382 يسجل للأهلي الآن خطورة ديوكو لحد الآن محاولة عند اللاعب كابانجو لكن اللاعب اللي يصول ويجول هو كابانجو أحمد اليوم بتحركاته أتعب وليد وأتعب آثم يعني جهة اليمين شغالة في النادي الأهلي شوف هذا المدرب ميزة لي انه مدرب هادي جدا يقرأ المباراة بشكل رائع 52-48 يعني الكفة تقريبا متوازنة لكن الاهلي في اللحظات الاخيرة بدأ في شوط المباراة الاول يكون افضل يقرأ المباراة شوف كابانجو بتحركاته وحجز من اللاعب فيكتور سيمون هو اللي عند الساعة والميقات والتوقفات كرة خطيرة مشعل 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 اوه دوخ إيديريس لاحظ من جديد اللاعب في وضع تسلل المنتصف عند اللاعب محمد خميس يتهيأ إلى عبد الرحمن محمد محاولة مرة أخرى عبد الرحمن
يلعب كرة خطيرة خطرة إلى كابانجو، كابانجو برا الملعب. كابانجو يلعب الكرة وتذهب إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى لصالح نادي مصلان. شوف اللاعب الخالي من الآن راح يصير خلل واضح. الآن يعني هم كانوا آدم ووليد محي الدين ما قادرين الكابانجو. مدرب التركي محاول الآن كرة خطيرة بالقائم وبعد خطرة ويبعتها المدافع بأجمل منتظر. كابانجو يلعب الكرة ترتد من القائم كادت أن تكون إصابة. لاحظ الكرة الجميلة كابانجو يلعبها بيمينه بيساره وترتد من القائم وينقذ مرمى مصلان من إصابة أكيدة. لاحظ بالإعادة الكرة الجميلة كابانجو المتحرك وديوكو اللي يسدد الكرة متسرع. شوف قوية لكن فوق العالم. السابع عشر من عمري هذه البطولة. مباراة الذهاب في الأسبوع الرابع قد حدثت مع الرشيدي وكريستيان نافارو ولعب مع ثير ورفع راية التهديد والمنافسة مبكرا، وهذه هي المباراة الأولى لما لا، وكان يمتلك مجموعة كبيرة من الأسماء القوية والمهمة. جول والقائم مع فريق الأهلي هالمرة. كرة إذا تلعب من جديد، فرصة خطيرة بالنسبة لفريق. هذه جول، هذه جول، جول، جول. راح يروح الشبح يروح وين بيوصل؟ لا والله ما وصل. بعد هذه المباراة يمكن كابونجا يلعب إذا إلى الأمام. جاسم إذا هنا محاولة من جانب الغرافة. فريق الشاهد السريع طبعا هو من نجح لاكتشاف هذه المواهب وراهن عليها، وبالفعل شاهدناها مع المنتخب القطري الاول وشاهدناها مع الريال. تتخلص مجتبى برافو مشاها كابانجو، عد هذا عد كابانجو، مر كابانجو بالطرف الايمن عليه اثنين ياسر من امامه وفي يعديها لمحمد المالكي في الطرف الايمن، كرات منقوله هنا الاهلي يحاول بعرضيه لكنها تصد عادت مره اخرى. كابانجو، كابانجو يحاول يمر مصعب امامه يلعب العرضيه، ارضيه سهله تتخلص نادي قطر، بينما الاهلي يصل للنقطه رقم 24 يبقى بنفس مكانه في المركز السادس. هنا محاوله في الطرف الايمن تدخل والكره الى خارج ارض الملعب كما يشير الحكم الرابع. هنا الكره مرت لكن فيها صافرة وفيها خطأ وفيها انذار ايضا على لوك. وكما علي قادر يلعب كرة على الجانب الايمن، عرضية موجودة راسية والكرة تصد شريقات عن الصدارة. كابونجو كرة تتبقى يواصل محاولاته يواصل كراته بغية الوصول الى مرمى الشمال. كابونجو من اليسار يحاول المرور من نايف الخاطر مركب بونكو، هيا كرة لدى علي قادري وصلت لدى مش كرة ملعوبة
باليمين عرضيه لدى النادي الاهلي يا هناك الى كابونجو كابونجو حمد فرج وصلت واحده للاهلي لم تكتمل في كره بينيه من خلال التغييرين اللي تموا كرة ملعوبة كابانجو يمشي العرضية هنا خروج أيضا من حارس المرمى كابانجو حلوة مشاها لعلي جزمي منقولة كابانجو سريعة في الطرف الأيمن لمصلحة منقولة لمصلحة منتصف الملعب مرت كابانجو ملعوبة كابانجو عالية راسية مجتمع جبالي ملعوبة في أقصى اليمين هنا محاولة عرضية جول لا راسية مرت إلى خارج كرة ملعوبة أمامية تصل الآن أهلاوية فيها عرضية عالية مرت وين الدفاع يخلصها داخل منطقة الجزاء جول الأهلي يونس علي مع علي قادري وعلي قادري يمرر إلى ديوكو بيسدد وتتهيأ جول الكرة جاية نادي الأهلي على طول الكرة من كابانجو للخلف الجانب الأيمن للنادي الأهلي والانطلاقة من كابانجو أمام اثنين مر من الاثنين مر وهي خطيرة ديوكو جول هيا وخفق بريقة بعد ذلك وليد جاسم علي تصف يونس علي تغيير اتجاه اللعب من جانب يونس يلعب الكرة يونس علي تقدم فيها الأمام لصالح النادي الأهلي يواجه يعني شوف يواجه أول اثنان لعباه في المونديال أيضا إنجازات وكم مدرب قاد دينامو زغرب وقاد سيبهان الإيراني للدوري الإيطالي وأفضل مدرب في الدوري الإيطالي عام 2000 في الدوري محاولة للتقدم عن طريق كابانكا يلعب الكرة مباشرة في الأمام كابانكا ومحاولة عن طريق الانتياكو ومر عن طريق كابانكا يتقدم للأمام كابانكا ماشي وين تقدم أمامنا عن طريق كابانكا كابانكا بر ويتقدم بصورة ممتازة يحاول يبحث عن زميل يلعب الكرة إلى علي قادري الكرة مع علي قادري يلعبها مباشرة إلى عامر الدوسري ملعوبة الكرة من عامر الدوسري تصل إلى كابانكا كابانكا تقدم من جانب كابانكا في منتصف الملعب يلعب الكرة استلام يا تمام عن طريق بلال عبد الرحمن قدم الماضي إلى الأمام إلى الأمام لا للتراجع أبدا ومن لمسة أولى بعد مجهود كبير لمشعل عبد الله هو كابانجو هو اللي بداها مشعل حاول مر وتقدم قلت لكم ريكاردو كوستا اليوم تعذب أكثر مما تعذب أمام الألمان في كأس العالم وكابانجو يضع الكرة الماضية في الشباك ليعلن عن رأي وهناك كانت كرة خطيرة إذا تعود إلى من جديد لصالح الأهلي العرضية تلعب ما تضرب هذه جول تنقطع مصطفى عبدي يشتت الكرة شوف إذا الشوط الأول عندك هدف والشوط الأول شوط لاعبين والشوط الثاني شوط مدربين هكذا يقال وهناك كانت كرة خطيرة إذا تعود إلى من جديد لصالح الأهلي العرضية تلعب وما تضرب هذه جول ثاني لصالح الأهلي جاك كابونجا Do you recall not long ago when you would walk on the sidewalk? Innocent, remember all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around the wind blows, we would only hold on to let go. Look, it's fire gun. We need someone to lean on.
Will you be there by my side, standing strong as the waves roll?